عايز اعرف منكم حاجه بقى كده يعني في دقائق بسيطه. تمام. قصه حياتك يعني ابتديت فين والموضوع ايه وابتديت ازاي ومشوارك ايه؟ يعني كل الناس اكيد انا لو قعدت كريم من مصر كلها دلوقتي عارفه، الحمد لله الحمد الطار مصر كلها دلوقتي عارفه، لكن لله. يعني البدايه بقى ايه، مشوارك ايه، قصه، احنا عارفين اللقطه الاخيره بس. الحمد لله انا لعبت هاند بول اصلا صدفه تمام من بحته يعني حقيقي يعني. كل موضوع ان انا كنت بلعب كره قدم زي كل زي الناس أي في النادي. طبيعي. انا لعبت كذا يعني، انا كنت من عيله اصلا رياضيه وكانت عيلتي على طول والدي ووالدتي حريصين جدا ان انا اروح على طول اتمرن سباحه وتايكوندو وكاراتيه، كل اللعب لعبتها، باسكت. فين بقى؟ في الشمس، نادي الشمس. انا نادي الشمس. لعبت شويه في المقاولين كره قدم، لكن ما في الفتره دي ما كملتش يعني، كنت حابب كوره وكل حاجه لكن ما كملتش. اي حد بداياته دايما كوره، بالظبط، يتاكد انه ما بيلعبش كوره يبتدي بعد كده يروح اي حته. كل مصري كده. انا كان في كوره صح. كل الناس كده. انا لعبت كوره كمان في وسط وانا بلعب هاندبول يعني. حتى وانا في وسط الهاندبول لعبت كوره. جول برضه؟ لا. انا رجلي اشول في الكوره شويه يعني، بعرف العب يعني الى حد ما بيقولوا يعني. لعبت بقى في المقاولين؟ لعبت في المقاولين شويه وبعد كده طبعا ما حصلش نصيب، رحت بعد كده لعبت هاندبول بمنتهى الصدفه يعني. يعني كنت ماشي عادي رايح العب كوره في النادي، لقيت حتى الناس كلها يعني كابتن خالد خيري اللي هو المعلق، هو كان هو مدرب يعني، فقال انت هتلعب معايا هاندبول. تقول لي انا اصلا ما اعرفش ايه الهاندبول دي يعني. كان ساعتها في الفتره اللي هي 99 قبل كاس العالم اللي هو كان في مصر، اللي مصر كانت منظماه، كانت قبلها بحوالي سنه او سنتين. فقال انت هتلعب هاندبول معايا ما رحتش طبعا. تاني يوم شافني، انا كنت بروح في النادي كل يوم يعني، كان على طول موجود في النادي يعني. فقال لي انت هتيجي بكره. فما جيتش طبعا تاني، رحت بعد كده قال لي انت هتيجي النهارده. رحت معاه بقى التمرين، كنت طبعا اول يوم بقف جون يعني، وقفني يوم جون بالظبط تمام. دخل فيها كل الجوان. طب ايوه، هو توسل. هو انت ماشي كده توسل؟ والله ما عارف يعني. انا مش عارف، انا كنت جسمي يعني كبير شويه على سني، فهو قال انت هتلعب هاندبول، وهو كان بيدور على الاجسام الكبيره. طب ما رحتش تاني وبعدين؟ رحت بقى تاني يوم بقى، خدني برده بالعافيه. فلعبت، وقفني جون يوم واحد بس، وبعد كده لا ما فيش اي فايده خالص في الجون يعني. بعد كده لعبت تاني، ابتديت العب بقى باك ليفت، وابتديت ماشي كويس في الباك ليفت، وكنت عندنا بطوله هي الصيفيه والشتويه، كنت قعدت يعني فضلت حوالي كل يوم بجري حوالي 10 لفات في التراك عشان اخس، عشان كنت مليان شويه. وما اعرفش هو كان شايف ايه، انا ما كنتش شايفها اصلا يعني الحاجات دي كلها. طب ما كنتش شايفها. انت لعبت بقى ايه اللي رجعك جون تاني؟ جينا بقى لعبت مثلا حوالي سنه ونص لعيب، وبلعب مع نادي الشمس عادي لعيب وكل حاجه، وكان فرقه كويسه جدا وكنا بينافسوا. كنت بنزل مثلا اشوط كوره بس، هو ده اللي كنت بعمله في الحياه يعني. جينا في مره اللعيبه كلها ما جاتش في التمرين، الاجوان كلها في مثلا ثلاث اربع لعيبه. فكابتن كان ساعتها كابتن سعيد عبد المعطي هو المدرب بتاع الفرقه، قال لي انت، قلت له انا هقف جول النهارده. فقال لي اشمعنى؟ قلت له ما فيش حد موجود. قال لي لا خليك انت بتلعب. هو كان يعني شايف ان انا بلعب كويس يعني. فوقفت جون التمرينه دي، وقفت جون كويس جدا جدا يعني، انا اصلا بهزر يعني، واقف بهزر. فبعديها بمثلا اسبوع لعبنا عندنا ماتش نادي مدينه نصر. وقاعد انا كده في الماتش، وانا هنزل اصلا انا مش عارف ان انا ازاي هلعب اصلا، ولا هعمل ايه، ولا ايه نظام يعني. نزلت الماتش ده لعبت كويس جدا جدا يعني، الحمد لله ربنا كان ساعتها بقى وقفت جون يعني. خلاص هو ده بقى. لعبت شويه، لعبت حوالي بعديها سنه كمان في نادي الشمس، بعد كده رحت النادي الاهلي، بعد كده بعد كاس عام 2009 الحمد لله خدت، الحمد لله ربنا كرم، كانت احسن جون في كاس العالم. رحت الزمالك اربع سنين بس، وابتديت بقى الحمد لله السكه الاحترافيه بعد. اهلاوي ولا زملكاوي اصلا؟ لا انا ما بشجعش كوره خلاص. ماشي. مش هجادل معاك في الحته دي، ضفنا برضه. لا لا يا كابتن سيف، والله هو يعني، والله يعني انا ما بحبش اخش في الحته دي، لكن كل الناس عارفه يعني. الوالد كان اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا من العيله اصلا. مالهاش في الرياضه كمان.